استاذه ساره الغريب سوبرفايزر في ماستر جروب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي. ايه المزايا اللي حضرتك شايفاها في ماستر جروب؟ والله احنا بنقدم للعملاء خدمات كبيره جدا بالنسبه للفاسيلتيز والخدمات الموجوده في الكومباوند، واحنا بنختار اللوكيشن بتاعنا بعنايه كبيره جدا. احنا نعتبر من افضل اللوكيشن اللي موجود في الار 7. كمان الخدمات الموجوده داخل الكومباوند من افضل الخدمات، من لي اوت او فاسيلتيز في الكومباوند او طرق دفع او سداد الكومباوند. احنا بنحط نفسنا مكان الكلاينت وبنشوف هو هو محتاج ايه، وبنحاول نقدم له افضل الحلول من فرايتيز في داون بايمنت بلان او طرق سداد او ايا كان. بالنسبه لوجهه نظرك، ايه المزايا، او انا كمستثمر ايه المزايا اللي ممكن استثمر اي عقار في مصر حاليا؟ انا شايفه ان العقار في مصر في خلال السنتين اللي فاتوا بالذات الريت بتاعه عالي جدا دلوقتي بالنسبه للعاصمه الاداريه الجديده، جعلت كل المستثمرين فيها، كل المستثمرين من خارج مصر معانا، في ناس كتير جنسيات مختلفه بيشتروا معانا عقار حاليا. بالنسبه للمدن الجديده المفروض دلوقتي التوجهات دلوقتي اختلفت في مصر كتير في السنتين اللي فاتوا ولسه اللي جاي برضو. بنتكلم ان دلوقتي ان مصر داخله على مرحله عقاري، سوق عقاري ضخم الفتره الجايه بالنسبه للمدن الجديده اللي موجوده فيها. بالنسبه ان كل المستثمرين دلوقتي بينزلوا دلوقتي مصر دلوقتي، التوجهات الجديده اللي في العاصمه الاداريه والفكر المختلف اللي موجود فيه خلى المستثمرين وشجعوا المستثمرين ان هم لا انه ينزلوا مصر ويبداوا يشتروا معانا في العاصمه الاداريه الجديده. شكرا لحضرتك. العفو، تحت امرك.